أما الآن مع المتسابق القادم من دولة ماليزيا عبد الهادي بن عبد الحليم يتلو علينا من سورة آل عمران في الصفحة 62 من الآية 92 إلى الآية 97. Now with the reciter Abdul Hadi Abdul Halim from Malaysia, who is going to read Surah Al Imran on page 62 from verse أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلاً لبني فاسألوها
قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا صدق الله العظيم. ما شاء الله على هذه الأصوات الجميلة التي تشنف أسماعنا والتي تطرب أرواحنا بالاستماع لهذه الآيات الكريمات من كتاب الله العزيز.